اهلا وسهلا ومرحبا بكم. لحظات وتنطلق مباراة الجولة الخامسة، مباراة استعادة الصدارة من الريال بالنسبة للكتالوني في الديربي الصغير للمقاطعة. جيرونا يلتقي كبير القمة الاف سي بارسلونا. تشكيلة المباراة بجديدها بالنسبة لإرنستو فالفيردي، والحضور الظهور الأول للفرنسي لينجلي لأرتورو ميلو البرازيلي الشاب الواعد، وأرتورو الكبير فيدال لاعب لاروخا ديل تشيلي. حكم المباراة هو خيسوس جيل، واللقاء ينتظر من أهداف كتالونية شور، ولكن برشلونية أعتقد بقيادة الفورمة للبولغا ليونيل ميسي صاحب الهاتريك في ماتش الشامبيونز ليج في المفتحات 4-0 على فريق بيس في اي دوبن. تشكيلة جيرونا لحيخ والمفاجأة هو البرسا من اجل سادس الانتصارات الرسمية. سامويل الوحش اوبتيتي واللاعب راكيتي جيفان، واحدة منهم خطيرة، يمشي جيرار بيكي، كورة من جيرار بيكي. جيرونا ترجع الكرة ملعوبة في بداية المباراة، برشا توازن. كاتالوني الصغير يلعب الكرة، فريق جيرونا على القائم الثاني خطيرة، والحارس اف سي بارسا. هذه هنا محاولات جيرونا، البرسا بالهجوم، بالترسانة يمشي مدبولي، والهدف الأول يضيع مدبولي، والكرة تمشي لفريق برشلونة. فرصة للكاتالوني، كرة للكاتالوني، الرمز، كرة يعتبر كان ثلاثة مستوى مع الريال. هذه أرقام اف سي برشلونة خطيرة جدا، الشق الجرار ولكن الدفاع أسمر. وأكبر محقق لطموحات الساسة، بينما هنا رياضة وهنا كونة تكوي من التشوي، والكرة خطيرة وفرصة ورقمية منا تكوي ومنا تشوي. الكتالوني لو نسر البرشلوني الآن العاشق العربي ليفسي برشلونة، لو نخيرك وتمضي الآن على ورقة جرين كارد، يلعب ميسي، يلعب الفرنسي، كرة خطيرة وركنية جديدة، الضربة بالدقيقة، يلعب ليونيل حتالي، 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 بابا 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 يا ليونيل، يا ميسي يا فنان، يا دابة الشر، ما هذا الشر اللي فيك، ما هذه ترجع كرة للبرسا. وقت يحمل الكل ميسي، وقت يكون في يومه ميسي، وقت يكون مركز. فيدال يمشي، فيدال ارتورو حط الكرة ليونيل ميسي، يمشي ليونيل ميسي يعطي الباس، ما عنديش، والكرة ترجع مرة ثانية، خطيرة ليونيل ميسي أو سواريز. فيدال 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 فيدال، الهدف الأول ليونيل ميسي، جول جولاسو ديل بولغا، واحد بلاش برشلونة، 18 دقيقة وميسي يسجل خامس أهدافه الموسمية، خامس أهدافه الموسمية في يوم الديربي الكتالونية وفي يوم البرسا بهجوم ضاغط وكاسح ومكتسح. ينطلق ميسي فورمة كبيرة، أعطى التنبيه الأول، نبع على أنه في يومه، ولما يكون ميسي في يومه يشومك يشومك يا بونو. 1-0 للإفس برشلونة، دا ليونيل ميسي 1-0. فيدال أول مباراة بأول أسيس، ميسي شوت ضرب الجزاء، بونو يمشي ما يقدرش، والكرة في فرجة الوحدة بلاش للفريق البرشلوني. البرسا أيضا يتقدم، البرسا يتقدم 1-0، أولى أهداف السارة. كرة مرة أخرى يوصل ميدان ليونيل ميسي، رايد رايد على لويس، ضربة تماس لفريق أو ضربة مرمى لفريق جيرونا، لوا برشا، لوا برشا، سواريز يدخل لويس، يمر بفترات شك ولكن دائما موجود البيستوليرو، ضربة معلم، قال لي الشلة تعمل جو والناس الكل نحوسوا عاد ونتفسحوا وندوروا، لكن يمشي هذا الحقيقي يعني. ترجع الكرة مرة ثانية خطيرة، ترجع الكرة عن طريق جيرونا خطيرة من الراس، مركز نتاع ليونيل ليس من فراغ، انه النمبر واقع كرة القدم في لقاءات كبيرة على مستوى دوري الابطال. وهنا موسى على سريعة في العمق، حلوة برشا، حلوة برشا، خشينا برشا، وكرة وجول، يا 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 له من ديربي، يا له من المتمرد جيرونا يا سادة، يا له من ديربي ويا له من جيرونا. والكرة في الركنية، خرجها من كرش الحوت، خرجها من كرش الحوت.
والحمد لله انه لقاء من اعلى تراس لحد الان في اخر السنوات. يمشي ميسي، يمشي لونان، ميسي 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 ميسي، يودي الكره لجيرونا. شوط اول في رايي اعتقد ممتاز جدا لجيرونا. خطا وماذا هناك؟ فما ورقه، فما ورقه حمراء، فما ورقه حمراء لبوسكيتس، فما ورقه حمراء لبوسكيتس، ورقه حمراء لسيرخيو بوسكيتس. شوف الفار وعمايله، الفيديو يرجع على خطبة سيرخيو، والحكم السيد خيسوس جيل يوجه ورقة حمراء مباشرة لسالة. سالة ترجع للحارس المتألق الألماني. كرة باليسار وبونو نجم النجوم الشوط الأول. بونو ترجع الكرة وتمشي صورة الهجمة واشتغال يقطع اولمبيك جيمز سنفيل ماتش علقت عليه. الكاميرون ربحت البرازيل 9-11. لويس سواريز، لويس سواريز، لويس سواريز يوزع كرة وديل الصفر عن طريق ميسي. اللعيبة خطيرة جدا وهدف التعادل يا جيرونا. اللعيبة اللعيبة يا زابيو ستواني جول 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 جول. هذا الجيرونا عنيد، هذا الجيرونا ما عندوش عقدة، هذا الجيرونا يقاتل يعاند يحارب لآخر لحظة. كريستيانو ستواني جول، واحد البرسا، واحد الجيرونا، واحد كبيرهم، واحد جديدهم في الليغا، جيرونا في ديربي كاتالان. هدف التعادل يا كريستيانو ستواني. ستواني يهرب على بيكي، بيكي غلطات العادة، ستواني هدف العادات، ويسجل في تير شتيغن المندفع، والكورة في الشباك. واحد برشلونة ميسي، واحد جيرونا مفاجأة عن طريق ستواني. إلا إذا هذه، إلا إذا غيرت الأوراق جدا. والكورة تمشي خطيرة ملعوبة الثاني. على الكرة اللاعب يغلط مرة أخرى بيكي، مش معقول. واستواني القناص، ولكن على مستوى المحاولات الهجومية 3-2 فقط، يعني كانت سواريز يضيع الكرة، لويس سواريز يضيع الكرة، فرصة وكرة، كرة بنفس طريقة الهدف الأول، بنفس الشوط الأول، لكن بعد سرحت الكرة، يمشي برشلونة للثانية وياسين يواصل العبور. يتألق ياسين بونو، يتألق ياسين بونو. الدول المغربي بامتياز هنا في الكامب نو. شوف الراسية وكورة وفرصة ويضيع الكورة مرة أخرى، مرة ثانية جول. الهدف الثاني كريستيان ستواني، 5 دقائق في الثاني كفيلة بالهدف الثاني. ارنستو يعمش، ارنستو مدعمش، ارنستو 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 مضبب ارنستو فالفيردي. صعبة هي المباراة. ما هذا الجيرونا يا سادة؟ عذرا يا جيرونا، اسف يا جيرونا، سامحني يا جيرونا، لما قلت تتوقع 3-4 جيرونا حكمت عليك بالعام الماضي، حكمت عليك بالفريق الماضي، حكمت عليك بالعهد الماضي، ولكن الحال ينتظر. كورة من تير شتيغن يفسخ الأولى، ولكن ستواني جولاتو 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 ديال جيرونا. هنا الكورة جات قدامه، ضيع كورة ما تضيعش، كان مطالب يلعب كورة مع زميله. فيردي يسلكها، ولكن في أوروبا يصعب جدا بهذا الفكر. بعد نحكي لكم بالأرقام، تمشي كورة خطيرة، كورة خطيرة، والتعادل، ولكن كورة متبالغ، يهرب الدفاع، تمشي الكورة كونتر، الكورة خطيرة، عن طريق بورتو. هذا الثنائي الذي طلبت شخصيا لإخراجهم، والثنائي يصاب، يرجع يصاب، يمشي ليونيل ميسي، ملا كورة، ملا عارضة يا بولجا، ملا كورة وملا عارضة يا البولجا. آه يا جدتي لم نتعادل، آه يا جدتي. وميسي ملا كورة، ملا كورة، على فكرة من كواليس الجائزة كما في الأرجنتين، ولكن هنا النجاح مغاير. يمشي ميسي حتى ميسي وصل كورة وهدف التعادل يقرب من راس. جول 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 جيرارد بيكي، جول ديل بلاوغرانا. البرصة يتعثر ولا يسقط، يمرض ولا يموت. 2-2
بيكي يصلحها، بيكي يعدلها، لكن انت ماكش مدرب يا فالفيردي، يليق بحجمك وأندية العالم. 2-2 للكتالان، 2-2 بروح الإصرار، يبدأ الضغط، البرسا تمسه في كبرياو، يولي خطير، بونو يصد الأولى، ويستسلم في الثانية، يوقف البيستوليرو، وما يوقفش جيرارد.